يعد جالاتا سراي أنجح الفرق التركية وأشهرها داخل تركيا وخارجها. تأسس نادي جالاتا سراي في 20 أكتوبر 1905 في مدينة إسطنبول. أسس نادي جالاتا سراي طالب اسمه علي ساميان، وذلك مع زملائه في مدرسة غلطة سراي الثانوية عام 1905، ليصبح علي أول رئيس ناد في تاريخ جالاتا سراي. جسم جالاتا سراي من المباراة التي فاز جالاتا سراي 2-0 على ناد يوناني محلي، وأطلق عليهم المتفرجون رجال جالاتا سراي، وجاء هذا الاسم من اسم مدرستهم الثانوية المسمى في الأصل على اسم برج وقصر جالاتا، وسجل بذلك الاسم بعد عدة نقاشات. بعد التأسيس لعب جالاتا سراي مع أندية إسطنبول المختلفة التي كانت إنجليزية ويونانية، لأن الدوري التركي جاء متأخراً. جاء أول لقب للدوري للفريق عام 1961، وكانت هي الأولى في تاريخه بعد تأسيس الدوري التركي للمحترفين عام 1959، وهو أكثر ناد تركي حمل ألقاباً. أول كأس يرفعه فريق جالاتا سراي كان عام 1963، وهو أكثر ناد فوزاً بالكأس أيضاً. أما قارياً فلعب جالاتا سراي نصف نهائي 1989 في دوري أبطال أوروبا كأفضل إنجازاته، في حين وصل إلى دور الثمانية 5 مرات في تاريخه. أما عام 2000 فهو العام الأفضل في تاريخ الفريق، حيث فاز بدوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وهو إنجاز لم يصل إليه فريق تركي غيره، وقد صنع رباعية في هذا العام بفوزه بالكأس والدوري التركي. مباريات التنافس بين جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش هي أهم مباريات في كرة القدم المحلية، وتعرف بدربيات إسطنبول. جالاتا سراي وفنربخشة إحداها هو ديربي إسطنبول، وهو أهم منافسة في كرة القدم التركية، وبين أكبر فريقين في تركيا والأكثر جماهيرية جالاتا سراي وبشكتاش، وهو ثاني أهم ديربي بين ناديين إسطنبوليين، وتكون المنافسة حامية وأيام الديربي مميزة، حيث انتشار أعلام الاحتفال الصاخب بالمشاعل والدخان والشغب أيضا. شعار الفريق كان شعار الفريق جالاتا سراي في البدايات يحتوي على أحرف بالتركية القديمة تشير إلى اسمه غين وسين، قبل التحول إلى حرفي جي أس الحالي بعد تحويل كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية بعد سقوط الدولة العثمانية، ويكتبان بالأحمر والأصفر البرتقالي نسبة إلى ألسنة اللهب الصفراء والحمراء. ألقاب الفريق الأحمر والأصفر الفاتح الأوروبي سيمبومب، وهو الاختصار الذي يستخدمه المشجعون المتحدثون جالا بالإنجليزية. زي الفريق القميص باللون نصفه بالأحمر والنصف الآخر بالبرتقالي من الجانب، وشورت باللون الأحمر. ملعب الفريق ملعب نادي جالاتا سراي الرسمي، ملعب تورك تليكوم أرينا. قبل 2011 كان ملعب علي ساميين قبل هدمه. سعة الملعب 52,652 متفرجاً. إنجازات الفريق عدد ألقاب وبطولات الدوري التي فاز بها جالاتا سراي 22 مرة، عدد ألقاب وبطولات كأس تركيا التي فاز بها جالاتا سراي 18 مرة، عدد ألقاب كأس سوبر تركيا التي فاز بها جالاتا سراي 16 مرة، عدد ألقاب وبطولات الدوري الأوروبي التي فاز بها جالاتا سراي مرة واحدة، عدد ألقاب كأس السوبر الأوروبية التي فاز بها جالاتا سراي مرة واحدة.